اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى. الاخوه اللي زعلانين مني ما تزعلوش، انا المشير السيسي له في القلب محبه خاصه رغم ان لم التقيه ابدا الا اني اقدر ما فعله من اجل مصر، ولكن انا هنا بعمل دوري وبنقل اراء وتشكيكات اشد المعارضين والارهابيين ايضا. كل الافكار قدامي ضيفين تقال، فحلو انهم يوضحوا لحضراتكم ويردوا عليا ان اطرح كل الاسئله، ونحن في زمن مش هنخاف ومش هنجامل. وياسر رزق من اقرب الناس الى المشير السيسي، ومع ذلك بيقول لك انا جرناني هيعمل عداله لان هذه هي الديمقراطيه، وجميعا نحب ونكره من اجل مصر وليس من اجل اشخاص. استاذ ياسر، المشير السيسي عنده حمله مع ناس بتشتغل دلوقتي على الانتخابات بتحط له خطط، ولا هو فاهم في كل حاجه؟ يعني عنده ناس بتحط له خطه اقتصاديه، ناس بتشتغل في جانب سياسي، ناس بتشتغل في جانب اجتماعي، ولا هو مفضل ان تبقى المساله دي حسب رؤيته الخاصه دون ناس؟ والناس دول عسكريين ولا فيهم عسكريين ومدنيين؟ طيب انا استاذن حضرتك، كان قبل الفاصل سياده اللواء بيتكلم على اللي هحمله معه المشير عبد الفتاح السيسي لما يخرج من المؤسسه العسكريه الى الحياه المدنيه اذا اصبح رئيسا. اذا اصبح رئيسا، انا في رايي ان المواطن عبد الفتاح السيسي سوف يحمل معه عاطفه وطنيه جياشه، سوف يحمل معه احترام لا مثيل له للجماهير، هيحمل معه تجربة ضابط قائد عاش عن قرب مصرع نظامين احتقر إرادة الشعب. نعم، رأى مصرع نظامين وزوال رئاستين في غضون سنتين ونص، فمعه هذه الخبرة وهذه التجربة، وعنده احترام للجماهير، وعنده انحياز فطري الكادحين والمهمشين ومعدوم الدخل. هنروح لهم دلوقتي لما نتكلم عن برنامج الانتخابي وافهم هو ممكن هيتعامل مع الازمات الموجوده في مصر ازاي، بس الجزء الاول الحمله. انا معلوماتي المتواضعه ان عنده برنامج المفروض في جانب بيتولى المساله السياسيه وجانب بيتولى المساله الانتخابيه، يعني هي مش يعني في جزء بيتولى الملف السياسي والاقتصادي والمشروعات الرئيسيه، وفي جزء بيتولى وفي جزء بيتولى الجانب ازاي الحمله هتمشي وترتيباتها واجراءاتها وكذا. عنده فريق يعني يعني عايزين نقول بمعلوماتك المتواضعه يعني نواه فريق يعني لسه عندما يعلن ترشحه يمكن ان ينضم طبعا. نواه الفريق دي فيها مدنيين ولا كلهم عسكريين؟ الحقيقه انا ما سمعتش اسم عسكري. المجموعة اللي اتقال انها من ضمن فريقه وحملته الانتخابية وقيل فيها الاستاذ محمد حسنين هيكل، وقيل السيد عمرو موسى، وقيلت اسماء عدة، هل هناك اصل لهذه المعلومات؟ في اصل ليها، لكن بالنسبة للاستاذ هيكل اللي اقدر اقوله، الاستاذ هيكل لا يعد برنامجا وليس ضمن فريق حملة طبعا يعني. نعم، الاستاذ هيكل هو زي ما بنقول سيادة اللواء كمال عامر هو استاذ للمشير السيسي في مشواره العسكري في عدة مراحل، فالأستاذ هيكل بالنسبة للمشير عبد الفتاح السيسي هو كاتبه المفضل منذ كان صغيرا، وتأثر بكتاباته وبيحترم أفكاره، والأستاذ هيكل المعاصر الحياة السياسية في مصر والعالم العربي منذ الحرب العالمية الثانية إلى الآن، الاستفادة من خبرته في وفكره، مش مجرد خبرته، فكره ورؤيته في مصر والعالم العربي طول هذه الفترة، خاصة أنه في مراحل كثيرة جدا كان مشاركا في صنع القرار بقوة. نعم، فالاستفادة بخبرته ورؤيته ده بيقلق البعض، يعني بيقول لك احنا والله رايحين للحقبة النصرية. والله يقلق بمزاياها وعيوبها. عايز تسألني، أنا راجل نصيري واخد بال حضرتك. المشير عبد الفتاح السيسي بيرى أن فترة الخمسينات والستينات هي فترة المشروع الوطني المصري، بس كان فيها انكسارات وفيها هزائم. كويس، ما هو حضرتك احنا ما بنجيش بنقول ان احنا والله احنا عايزين ليها. احنا بنخطط ان احنا يعني ايه اللي عاجبه في هذه المرحله اللي تشوف انه ممكن يمسك فيه؟ تكافؤ الفرص والعداله الاجتماعيه وحصول العمال والفلاحين على حقوقهم وتعليم ابناء الفلاحين، وده التعليم هو اللي بيؤدي الحراك الاجتماعي. نعم، لولا التعليم ومجانيه التعليم واتاحته
لمختلف فئات الشعب كانت ظلت المناصب العليا، ما كناش شفنا حضرتك وزراء من أبناء عمال وفلاحين وموظفين فقراء، كانت فضلت. بس هذه الرؤية تتعارض شوية مع ما بعض. أنا عايز أفصل بين رؤيتي ورؤيته. أنا قلت أنا راجل مصري. أنا لا أدعي. لا أنا بتكلم بحكم معرفتك بيه، إيه اللي ممكن يكون في شخصية وأداء الرئيس الراحل الزعيم جمال عبد الناصر بما فيه من سلبيات؟ هل هو شايف السلبيات ولا هو واخد الشخصية؟ أنا حضرتك أنا شايفها، يبقى بالتأكيد هو شايف. أنا راجل بقول لحضرتك أنا راجل من المتيمين بجمال عبد الناصر. كيف يمكن فهم ذلك مع لما اتكلم عن ان احنا قد يعني نضطر ان في جيلين يدفعوا الثمن من اجل الاجيال القادمه، فالبعض فهم ان احنا هنعيش عيشه صعبه مع فتره لا مش للدرجه. هو فكره الكرامه الوطنيه، اعلاء الكرامه الوطنيه دي بياخدها من الزعيم جمال عبد الناصر. الكرامه الوطنيه دي احنا افتقدناها، احنا كنا حاسين ان احنا دوله تابعه بنستاذن الولايات المتحده في كل حاجه، سواء في عهد مبارك او في عهد مرسي دولة تابعة. مكانة مصر انهارت على المستوى العربي، حتى مش على المستوى الدولي والإقليمي، على المستوى العربي انهارت في نهايات عصر مبارك وفي طول فترة حكم الإخوان لمصر. مكانة مصر تدهورت تماما، اللي بنتكلم على دور قيادي ودور ريادي وبتاع. إنما عايز أقول لحضرتك إن فكرة إعلاء الكرامة الوطنية وفكرة العدالة الاجتماعية، والعدالة الاجتماعية تحققت بقدر ما في عهد جمال عبد الناصر، ومحدش نهض هذه الفكرة. كانوا بيتكلموا على العدالة الاجتماعية في عصر مبارك، وكانت في زواج بين السلطة والثروة. نعم. وبين رأس المال وبين يعني مستقبل الفقراء ايه ومستقبل الأغنياء ايه؟ هل الأغنياء هيتعرضوا لحصار وتضييق في وقت انت محتاج استثمارات علشان انقاذا للفقراء، ام هيعمل المعادلة دي ازاي؟ وجهة نظري برضو، او هقول لحضرتك اللي انا سمعته منه، هو طبعا ما فيش حد بيتكلم على التأميم ولا المصادرة ولا الكلام ده، كلام نعم. انتهى عصره وبتاع. انما مش معنى ان حضرتك بتتكلم على مشاركة مجتمعية في تحسين حياة الفقراء ودور اصيل للدولة في اتاحة التعليم والصحة وتحسين التعليم والصحة لصالح الغالبية العظمى من الشعب، ده حتى يعني في تعبير استخدمه ان احنا لو لم ننتبه لحقوق البسطاء والفقراء والناس اللي بتعبيره اللي بتاخد هياكل الدجاج وتسلقها عشان تفت فيها عيش واهلها تاكل، اللي مش لاقين اي حاجه عايشين على مش حد الكفاف، يعني ناس معدمه، اذا ما تنبه يعني ده غير انه حقهم كمان ده امان للدوله. طيب والا ستقوم بتعبيره ثوره عوز، نعم اللي هي ثوره الجيع في دقيقه. ما هو البعض توقف امام كلمات السيد المشير السيسي وهو بيكلم طلبه الطب وبيقول لهم قبل ما تفطر تقول انا اديت ايه لمصر، وحد فيكم فكر يمشي يروح الجامعه ماشي بدل ما يركب؟ احنا بنتكلم عن مين؟ عن الفقراء اللي مش قادرين يركبوا اتوبيس فبيركبوا اتوبيس فكمان يمشوا عشان يبقى بيحبوا مصر، ولا كان يقصد الاغنياء اللي عندهم عربيات فيسيبوها عشان يجربوا معاناه الاخرين؟ الجمله بدت عائمه، فالمستغلين هو بيتكلم على ان يعني ايه نوع من مش التقشف، او مش ان هنخلي الاغنياء فقراء والفقراء هيزدادوا فقر، لا هو بيتكلم على ان احنا في مرحله صعبه، وان عايز يضرب مثلا في اجيال كانت بتروح مدارسها ماشي، نعم، وفي اجيال كانت بتركب اتوبيس، وبيكلم ناس طلبه في الطب يعني، ووسائل المواصلات بالنسبه لهم متاحه في معظمهم يعني الخاصه. انما هو بيتكلم على ان تنتظر ان احنا عايزين نوع من التضافر، نوع من يعني ناخد نفسنا بالشده. لما بيتكلم ان احنا انا بقوم 5 الصبح هتقوموا معايا 5 الصبح، يعني بيتكلم ان احنا عندنا عمل بلاش 5 الصبح. هل لدي خطه لتشغيل الناس لفتح مشاريع جديده لتحريض هذا الشعب على العمل لوضع حوافز لمواجهه الفساد والدوله العميقه بمعناها الحقيقي؟ بالتأكيد أقول لحضرتك، هو أنا ما عنديش تفاصيل برنامج، إنما اللي أنا سمعته منه قبل كده عنده رؤية وعنده انفتاح على الأفكار، وأنا أظن إن برنامجه مش هيبقى بس اللي هو شايفه، هو لو لقى أي فكرة جيدة تحقق مصلحة وطنية وتزيل معاناة عن الناس وتؤدي إلى خطوة إضافية على طريق التنمية والنهوض بهذا البلد، من أي مصري هيتبناها فورا. نعم. فكرة ان هو يعني برضو اتكلمنا على انه عاطفي، نعم،
ما نراهنش على يعني هو عاطفي مع هي بتبان في كلمات ليه مصر فيها حنيه وطبطبه على المصريين والشعب. انما مش خيري وياسر وفلان مش 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 شخص فكره هو عاطفي جدا هو استخدام الخطاب الخطاب العاطفي ده الوطن تلقائي الوطن ولا استخدام الوطن والشعب لا 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 ده ده شعور غير مزيف ده طبيعته الوطن مش استخدام الشعب. سياسي اقول لحضرتك انا اول مره شفت عينيه دمعت كان بيقرا ورق وبيان للقوات المسلحه واول كلمه فيه ايها المواطنون الاحرار في ظرف كان يعني صعب كلمه الاحرار يعني وهو بيتكلم على شعب مصر شعب العظيم لما يعني بيقول ده في حواري معاه للمصري اليوم كان بيتكلم على شعب مصر العظيم يعني هو يعني لا يجد في ان مشاعره الفياضه تجاه فكره الوطن وانا من الناس القلائل اللي شفتهم بيحترم فعلا الجماهير مش بيحتقر الجماهير بيحترم الجماهير يقدسها والحقيقة برضو في مرة وهو بيكلم على والدته نعم بعد ما قال بيان 3 يونيو وراح زار والدته وهو بيقول والدتي ست بسيطة ودعت لي حست ان انا في حاجة هي طبعا ظروف سنها وكده مش عارفة ان في شيء لكن مش عارفة ايه هو بالظبط اللي حصل فبقول لحضرتك رغم كل هذه العاطفية تجاه الوطن فكرة الوطن وتجاه الشعب المصري العظيم اللي عمل ثورتين في لكن في جانب آخر أكثر حسم شديد الحسم طبعا شديد الحسم ولا يقبل أي تقصير أو إهمال نعم لا يقبل ويعني عايز أقول لحضرتك كمان هو صاحب قرار قدامنا يوم 3 يوليو وصاحب قرار في أشياء أخرى وعندما يصطدم أي شيء بالمصلحة العليا للوطن أو ترابه أو حياة الشعب توقع منه أقوى القرارات طب ممكن أقف عند النقطة دي وسيادة اللواء هيسمح لي أطلع فاصل عشان أفهم أيوة. ما هو قادم لحضرتك أهلا وعايز أعرف بس بعد الفاصل بحكم أن حضرتك أنت رجل مخابرات عندما يتحدث قائد عام للقوات المسلحة ويطلب تفويض لمواجهة الإرهاب ثم يحدث ما يحدث فنفقد ما نفقد من أبنائنا وشهدائنا وتحدث عمليات قتل ودماء تسيل في مصر ونحن لا نحب الدماء هل هذا معلومات ناقصة ولا تقدير غير جيد ولا تقدير جيد وكان المتوقع أسوأ من هذا وما وصلنا إليه هو أفضل ما يمكن أن نصل إليه بعد الفاصل سأواصل مع ضيفي العزيز